هاي حبايبي، اليوم جاي حتى أخبركم عن السكين روتين مالتي، شلون كل شيء وكل خطوة أسويها بعد ما أشيل المكياج مالتي لما أرجع للبيت. أول شيء أغسل بشرتي بهذا اللي أنا أموت عليه، هذا الكلينزر من يونيك سكين، اللي أحبه بيه أنه ينطي هايدريشن كلش قوي، وبنفس الوقت ينطي إفكت اللي هو كولينج، وتحسون أنه بشرتكم هيك يعني رجع لها الحياة بعد المكياج، بعد لما يكون وجهكم صار كله ملعبص بالمكياج تشيلوه. وصدقوني إذا جربتوه راح تحبوه كلش هواية. أوكي، هذول الاثنين راح أستخدمهم مع بعض، بس عكس الناس ما راح أستخدم أول شيء هذا بعدين هذا، راح أستخدم هذا وبعدين هذا حتى الماسك يثبت على وجهي. نبلش بهذا الميزو ليفت سيروم واللي كلش أحبه لأنه ينطي نظارة كلش قوية، وتقدرون تحطوه بالليل أو الصبح. هذا الشيت ماسك واللي يجي من عنده 6 بالعلبة هاي من تارا، كلش أحبه لأنه أقدر أحطه للسكين مالتي بعد ما أحط السيروم، وجدا ممتاز لنوع البشرة أو كل أنواع البشرة، خصوصي اللي مثل اللي عندي أنا شوية ينطي هايدريشن ويوخر البلمشز اللي عندي أنا مثل ما أنتوا شايفين. بعد ما شلت الشيت ماسك هسه راح يكون اكو هواية من الهايدريشن والترطيب هذا موجود بعدها على وجهي، فلذلك اريدكم تعفون وجهكم حتى ينشف عليه كل هذا البرودكت، وبعدين ترجعون تسوون الخطوة اللي هسه انا راح اسويها بعد شوي. اما هذا الكريم فهو عبارة عن 2 كريمز مع بعض بنفس العلبة، واللي احبه بيه انه يعتبر انتنسيف تريتمنت بيه، هذا اللي هو الدي وهذا النايت، فهسه أنا رح أستخدم ده. والحلو بي إنه لونه برتقالي، فيعتبر بي كوركشن، يعني ينطي كوركشن لي أو يصحح المناطق السوداء اللي عندنا بالبشرة مالتنا، مثل بالضبط لما تحطون الكونسيلر، قبل الكونسيلر يقولوا لكم حطوا اللون أو الكوركتر اللي لونه برتقالي تحته، فهذا بالضبط هو الريزن اللي هذا لونه برتقالي. هذا الآي كريم كلش كلش هواي أحبه. ليش؟ لأنه ينطي ريفرشينج لوك لما تحطوه بالليل قبل ما تنامون على الأندر آي مالتكم، مثل ما هساني رح أسوي هيجي، كلش هواية رح تستفادون من عنده، وتشوفون أنه انطى ترطيب للمنطقة اللي تحت العين، خصوصا أنه أنا عندي كلش تراي هاي المنطقة. أوكي، هاي الخطوة ما أسويها دائما إلا إذا عندي مثلاً فوتوشوت اليوم اللي بعده، أو عندي مناسبة جداً مهمة. هذا هو شوت، والشوت هذا كلش زين للوجه لأنه يعتبر مثل فلاش شوت، ينطي نظارة وكأنك يعني رحتي سويتي أبرة بوتوكس أو فيلر ورجعتي للبيت، بس كله عبارة عن شوت. يجي بهذا اللي هو من نفس البراند مالتي، الكلينزر مالتي اليونيك ماجيك شوت، ويجي بيه 10 قطع. مثل هذا الكريم استخدمته آني من النوع اللي يناسب بشرتي، أما إذا عندكم آكني أنتو أو عندكم حبوب تطلع لكم بين كل شوية وشوية، أول شيء أريدكم تستخدمون هذا السيروم، بس لازم ترجوه كلش زين وتأخذون هاي القطمة تحطوه جواها، وبعدين تحطوه على البيمبل مالتكم أو على الحباية مالتكم، وبعدين تنامون بالليل وتصحون الصبح، وإن شاء الله بالدعاء تكون راحت الحباية. هذا الكريم راح تستعملوه بعد ما تحطون السيروم، ونفس الشيء بـ day and night، ومرسوم عليه شمس هنا والقمر، وتحطون بهذا الشكل لونه أخضر واللي يناسب السكن اللي بيه أكني، وتحطوه على البشرة مالتكم. وهذا الأرمانة أنصحكم أن تحطوه بالليل على الحواجب مالتكم، واللاشز همينة حتى تطول وتصير كثيفة. شكرا لمتابعتكم السكين كير روتين مالتي، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، واذا حبيتوه خبروني حتى اسوي لكم فيديوهات اكثر، ولا تنسون انه كل هاي الاشياء اللي استخدمتها تقدرون تلقوها في بوتيكي.